واحد بيقول انا شاب جامعي في الليسانس السنة دي وبفكر ان انا اعمل علاقة مع فتاة زميلة، فماذا تقول لي حيث ان يأتيني فكر اني ان لم اكون علاقة سوف لا اعرف ان اتزوج فيما بعد؟ ليه؟ انت لازم في الاول تتخرج، انت لسه ما اتخرجتش، انت تلميذ، لازم تتخرج ولازم تخلص المدة بتاعت الجيش ان كنت منتدب للجيش، ولازم تلاقي وظيفة، ولازم تلاقي شقة، ولازم يكون لك مرتب. لسه انت عامل زي الديك اللي من البيضة يصيح، لما تخرج من البيضة خلها ربنا. ولما تكون علاقة مع واحد تروح لأهلها تقول لهم أنا تلميذ، يقولوا لك روح ذاكر يا حبيبي. واحد بيقول ماذا عن كنيسة الأم دولاجي باسمه؟ هل قداستك سوف تذهب إلى هناك لتدشنها؟ إن شاء الله لو أحيانا الرب عمر. برضو واحد تاني بيقول أنا عندي 20 سنة وبحب بنت عندها 16 سنة، وقلت لأهلي وقلت لأهلها لكنهم بيقولوا لنا إن إحنا لسه صغيرين، لكن بنكذب عليهم وبنقول لهم إن إحنا مش بنفكر في الموضوع ده تاني، لكن لسه يا ابني شغل العيال ده أكبروا عنه شوية. واحد بيقول ما الفرق بين طائفة الأقباط الأرثوذكس والروم الأرثوذكس؟ الخلاف حول الطبيعة والطبيعتين وعن بعض القديسين اللي بعد الانشقاق، يعني بعد 451. واحدة بقى تقول لي أنا زعلانة من قداستك لأن أرسلت في القداسة قبل سابق أن أطمئن على صحتك، تقول لي أنا كويس وخير وأفاجأ بتعبك بعد 3 أيام ومسافر لأمريكا للعلاج، وأنا دلوقتي عايز أطمئن. أنا أشكر مشاعرك الطيبة وما نحتملش زعلك أبدا. ناس من شباب سنة بيقول نرجو إلقاء كلمة منفعة لأبنائك المقبلين على مرحلة شباب كخدمة جديدة لهم، خدمة جديدة لهم مما يجعل السنة مباركة. لابد من إعدادكم للخدمة قبل البدء للخدمة، والإعداد بيكون إعداد تربوي وإعداد روحي الاتنين مع بعض، وانتوا تكونوا مملوئين من المعرفة ومملوئين من الروح وتحبوا الناس وتبحثوا عن خلاصهم. والخدمة ليست مجرد تصدير معلومات ومعرفة، انما هي نقل حياة الى حياة. واحد يقول رجاء معرفة ما هو نوع حلول الروح القدس على العذراء مريم عند بشارة الملاك لها، فهل هو حلول موهبة أم أقنوم؟ لا، هو حلول أقنومي، لأن الأقنوم هو الذي يستطيع أن يكون جسدا داخلها بدون ذرع بشر، وأيضا ينقي مستودعها أثناء الحبل المقدس
فالمولود منها يكون قدوسا لا يرث الخطيه الاصليه. واحد يقول اين يوجد جسد سيد العذراء؟ نعرف انه في السماء، لكن اين مش عارف. واحد يقول انا انسان خاطي نفسي اتوب، اعطيني كلمه تنفع. اقعد بينك وبين نفسك وشوف ايه الاخطاء اللي انت بتقع فيها، وفكر ازاي تبعد عن هذه الاخطاء. دي التوبه الحقيقيه. واحد بيقول اشكر ربنا كثيرا من حضوري هذا الاجتماع للمره الاولى. نرحب بكم كل قلب، وكنت اود ان اشارك نهاية. بيقول اشعر في هذه الايام بملل شديد من هذه الحياه، ولدي شوق كبير الى الذهاب للدير، ليس فقط بسبب الملل، ولكن اشعر انها اراده من الله. ما دام اراده من الله يا ابني، انا ايه اللي هيدخلني في الموضوع؟ المهم انك تقدر تحيا هذه الحياه. ونصيحتي ليك تتردد على الاديره وتشوف الحياه ماشيه ازاي كفتره تمهيديه، وايضا علشان هم يعرفوك ويبقوا يقبلوك، وانت تعرفهم وتستريح للدير اللي تقعد فيه. لكن لا تستقيل من وظيفتك مباشره وتروح الضيف. روح في اجازات، او خد لك اجازه طويله المدى، بحيث لو لقيت الرهبنه ما تناسبكش ترجع لوظيفتك مره اخرى. واحدة بتقول يفسرون الكتاب المقدس ويقولون ان الودعاء يرثون الارض في الانجيل، بمعنى في نهاية الايام لن نموت وسنرث الارض ونملك عليها ونعيش حياة في سلام. هل هذا معنى تفسير الآية؟ ده كلام شهود يهوى، احترسوا منه. ان كنا هنقعد على الارض، امال يعني ايه كلمه ملكوت السماوات؟ مفيش سماوات. واذا كان الارض الواحد لما يموت روحه تصعد للسماء، يبقى تنزل تاني على الارض، يعني ديجريدنج. وإيه كل الآيات اللي قالها السيد المسيح عن السماء؟ وإيه معنى كلمة اكنزوا لكم كنوزا في السماء إذا كنا مش هنروح السماء وهنقعد على الأرض على طول؟ يبقى نكنس كنوز في السماء إزاي؟ تبقى راحت علينا ولا إيه؟ هما بتوع شهود يهوى بيعتبروا أن الإنسان يقعد على الأرض ويعيشوا في حياة أرضية، ويتجوزوا ويخلفوا ويأكلوا من ثمار الأرض، يعني حياة عالمية على طول.
وكلام ده مش مظبوط. اما كلمة الودعاء يرثون الارض، يعني الشخص الوديع بيكون محبوب من الناس في الارض الى جوار انه يروح السماء. دايما الشخص الوديع يكون محبوب من الكل، وما فيش حد يزعل منه ولا هو يزعل حد. واحدة بعتة طلبة مصاريف انتهى في الكلية ومش كاتبة عنوانها، قالت انها حاضرة في الاجتماع. طب انا اعرف منين وسط الالاف اللي جوه الاجتماع دي انت مين فيهم؟ بيفوتي علينا يوم الجمعة في صحفية الخدمات، وقولي لهم أنا اللي بعت الجواب. مش كل واحدة تيجي وتقول أنا اللي بعت الجواب. وبعدين هم واحدة بتقول أرغب في الزواج من زوج أختي المتوفية، هل من بأنهم لما ينجبوا أطفال؟ غلط. الزواج من أخو الزوج ومن أخت الزوجة محرم في الكتاب المقدس، كما في سفر اللاويين اصحاح 18 واصحاح 20، وكما في قوانين القديس باسيليوس الكبير. هل يحق لي ام لا؟ لا. من فضلك اجب بسند كتاب. انا المسألة دي يا ما كتبت عنها، فاذا كنت تحب ان انا اكتب عليها مرة اخرى ما عنديش مانع. ما عنديش مانع اكتب عليها مرة. فكرني بدي مرة. واحد بيقول اريد ان اترك الخدمة، خدمة التربية الكنسية، وذلك بعد ان امضيت 3 سنوات فيها، لان اكتشفت اني لا اصلح للخدمة، ولكن زملائي الخدام يحاولون منعي ويقولون ان الخدمة هي دعوة واختيار من الله، فكيف ترفض؟ رأي قداستك. غالبية الذين تركوا الخدمة حالتهم ساءت عن الاول، لان الخدمة فرصة روحية، انك بتقرا الكتاب المقدس كل اسبوع وبتدي درس وبتروح الكنيسة وتحاول ان تكون قدوة للاولاد، يعني كلها جو روحي. فاذا تركت الجو الروحي ربما حالتك تبقى اضعف. اما ان كنت تشعر انك لا تصلح للخدمة، وانت موجود في الخدمة احضر فصول اعداد خدام وشوف ليه انت ما تصلحش وصلح الجو. لكن زي ما بقول لك، كل اللي تركوا الخدمة حالتهم سائفة عن الأول. واحد بيقول راجل وقد صدكم عمل كتاب شرح سفر الرؤية لأني لم أفهم منه شيء. أنا عملت لكم كتاب عن الصاحات الستة الأولى من سفر الرؤيا، لكن ما كملتش. أنت خد من الكتاب ما يسهل عليك فهمه
وما يصعب عليك فهمه اتركه لغاية لما ربنا يحله. واحد بيقول هل الكنيسة القبطية علم خاص بها لونه أبيض وبه صليب في الوسط ولونه أزرق، حيث صرح أحد الأساقفة بذلك لمجلة روز اليوسف برجاء الرب. نحن مصريون والعلم بتاعنا هو علم مصر، ملناش علم غير كده. وما تصدقش الكلام اللي بيجي في الجرايد، لو تقولي على اسم الاسم ده انا اقدر اتفاهم معاه كويس. جايني اسئلة كتيرة خالص من اغابي، معرفش جابوها ازاي. واحد بيسأل بيقول سمعت احد الخدام الكبار يقول ان السيد المسيح لما قال للمخلوق مغفوره ليك خطاياك هي نقلت عنه لكن لم تغفر الا على الصليب، وهكذا ما حدث لكل من قال لهم السيد المسيح مغفوره لكم خطاياكم، ذلك لانه بدون سفك دم لا تحدث مغفره، مثل داود لما قال له ناثان النبي الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. الكلام ده صح 100%. لما السيد المسيح يقول لواحد مغفورة ليك خطاياك يعني أخذ صك بالمغفرة، أخذ إيه؟ صك بالمغفرة، وهذا الصك يتم صرفه بالفداء، لكن قبل الفداء تنطبق الآية بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. يعني هل اللي قال لهم المسيح مغفور لكم خطاياكم كانوا لا يحتاجون إلى الفداء؟ مش ممكن، الكل يحتاج. شوية من الأسئلة اللي جاية بعنوان أغابي دي. واحد بيقول أيهما أفضل في طريقة التوبة، البدء بتذكر الخطايا والندم عليها ثم بعد ذلك التأمل في الصليب، أم البدء بالتأمل في الصليب في آلام الرب؟ يا ابن الطريق اللي تناسبك امشي فيه، لا تقيد نفسك بطريقة معينة. واحد يقول انا اكبر اخواتي الثلاثة ولكن يوجد تفرقة في المعاملة بيني وبين شقيقي الاصغر مني، بيفضله شقيقه الاصغر مني. الحاجات دي نرجو من الاباء والامهات ان يرعوها وما يكسروش نفسية اولادهم لتفضيل واحد على الاخر. ده حتى في قصة يوسف الصديق لما ابوه اداله قميص ملون اخواته بدأوا يتعبوا ويغيروا منه لان ابوه فضله. واحد يقول كنت أريد أن أعرف ما الحكمة أو السبب لعدم تحلل أجساد بعض القديسين
وتحلل أجساد الكثيرين. مش كل أجساد القديسين لم تتحلل، يعني في أجساد كثير من القديسين تحولت لمجرد عظم. ولذلك يوسف الصديق قبل ما يموت قال لإخواته: أوصاهم من أجل عظامه مش من أجل جسد. وبعض القديسين وخصوصا النساك جدا اللي جسمهم بقى جلد على عظم، مفيش مجال للتحلل، لأن أول حاجة بتتحلل في الجسم الحاجات الدهنية لكن مش الحاجات الصلبة. أو جايز دول ربنا حافظهم بمعجزة. واحد بيقول عنده أسئلة محيرة: إن كان الإنسان مكون من نفس وروح وجسد فهناك عدة أسئلة هامة. أولا، ما موقف النفس والروح في حالة نوم الإنسان؟ هل هم بيناموا أيضا مع الجسد أم ينفصلوا عنه؟ ما لو انفصلوا عنه يبقى مات، ما بينفصلوش. أم ينفصل عنه في وقت النوم؟ يعني الإنسان يبقى ميت أثناء النوم ينفصل عنه روحه وربنا يعوض علينا فيه. ولماذا لا نشعر بأنفسنا ولا أرواحنا ولا أجسادنا في حالة النوم؟ ربنا بيديك فترة راحة من هذه المشاعر عشان جسمك يستريح وفكرك يستريح وقلبك يستريح. لكن انت عايز تفضل تفكر وانت نايم مش هتنام. ثانيا، كيف نعرف دورة حياة الجسد من بداية العلاقة الزوجية إلى مرحلة تكوين الجنين ثم الولادة، بينما النفس والروح كيف يوجد بالإنسان؟ هل يبدأ مع الجسد أيضا أم ماذا؟ النفس فيها حياة الجسد والروح فيها الحياة من الله. الإنسان بيولد بالنفس والجسد، لأن كان في إحدى البدع مأخوذة من الفلسفة الأفلاطونية أن الروح بتمنح للإنسان من ربنا لكن لا تولد، وطبعا ده غلط. والمسألة دي كانت موضع نزاع فكري بين القديس أوغسطينوس والقديس جيروم. القديس أوغسطينوس كان بيقول إن النفس تولد مع جسد، روح الإنسان بتولد مع جسد، وأوغسطينوس بيقول بتجيله من بره. وأخيرا انتصر أوغسطينوس بهذا السؤال، قال له: إذا كانت الروح بتيجي من بره يعني لم تولد، يبقى لماذا نعمد الأطفال؟ روح جديدة لم تخطئ أبدا وجاي من فوق، يبقى نعمدهم ليه؟ والجسد ملحقش يخطئ. الروح بتولد مع الجسد، يعني الإنسان بيولد نفسا وجسدا وروحا مرة واحدة.
واحدة بتقول أنا ليا ثلاث أخوة ذكور وأبي وأمي وكلهم مهاجرون بأستراليا عدا أخ مهاجر بألمانيا، وأنا وحدي هنا ومتزوجة ولي ولدان تخرجوا من كلية الهندسة قسم عمارة، وأهل زوجي معظمهم توفاهم الله، وهذا يعني أننا بدون أهل هنا. يعني عايزة تهاجري ولا إيه؟ أنا دايما بقول في الهجرة في ثلاث حاجات لازم الواحد يحطها في مخه. أول حاجة، هل البلد اللي هيهاجر فيها يلاقي فيها وظيفة ومرتب يعيش منه؟ وهل يلاقي سكن؟ وهل الشهادات بتاعته اللي في مصر معتمدة في البلد التانية؟ لأن في بلاد ما بتعتمدش الشهادات بتاعتها. ثم أيضا، هل البلد اللي هيروح فيها فيها حياة روحية مستقرة ولا ما فيهاش؟ كل ده عايز الواحد يفكر فيه بجد قبل ما يفكر يهاجر. أسئلة طويلة أوي، نأجلها مرة طويلة أوي، ولذلك غلبيتكم أوراق متدبسة في بعض في السؤال الواحد. نرجو اللي يبعتوا أسئلة يختصروا، لكن يبعتوا لي محاضرة أقراها إمتى؟ جايني برضه عن طريق أغابي دعوة طيبة وأمنية طيبة من أخ مسلم من أسوان، أشكره من كل قلبي. لا، ورقة قصادي مكتوب عليها طلب طب إلى أهل الحتان. أما موضوع عزتنا في هذا اليوم فهو لا تيأس ولا يصغر قلبك مهما كانت بآلة حياتك. في ناس كتير بيتعبوا ويظنوا ان ربنا ما بقاش معاهم
وانهم مرفوضين من ربنا وانهم هيخسروا ابديتهم. لكن الكتاب يعلمنا ان احنا لا نيأس مهما كان. ولما السيد المسيح قال لا تحتقروا احد هؤلاء الاصاغر، ليس فقط الاصاغر في سنهم انما ايضا الاصاغر في كل شيء، لان ربنا بيهتم فيهم جميعا. ان كنت مثلا ضئيلا في مواهبك، تذكر ان الله اختار موسى النبي الذي كان ثقيل الفم واللسان ولا يعرف ان يتكلم من اليوم ولا امس ولا قبل من امس، وقال عن نفسه هذا الامر امام ربنا واعتذر، قال انا اغلى في الشفتين. لكن ربنا جعله كليما له، وكل كلام الله كان عن طريق موسى. كان ممكن موسى ييأس من حياته لان ما عندوش الموهبة دي، لكن هناك قاعدة احب اقولها لكم كلكم: اذا انت يأست من نفسك اعلم ان الله لا ييأس ابدا منك. انت جايز تيأس من نفسك لكن ربنا ما ييأسش منك، يفضل وراك لغاية لما ينجيك من هذا اليأس ومن صغر النفس. أرميا النبي كان أيضا صغيرا في مواهبه، وقال لله أنا لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. قال له لا تقل إني ولد، لكن إلى كل من أرسلت تسأل، وأنا جعلتك مدينة محصنة وأسوار من حديد يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك، يقول الرب. مهما كانت موهبة قليلة ما تيأس. شوفوا أحد القديسين الكلمة لطيفة خالص، قال إن العنقود إذا كانت فيه حبة واحدة بقيت فيه حبة واحدة فلا تزال فيه بركة. والمسألة دي تكررت أو قيلت من قبل في إشعياء 65. حاجة جميلة ربنا يقول فيها في المزمور: المقيم المسكين من التراب والرافع البائس من المزبلة ليجلس مع رؤساء شعب. يعني ده اللي عايش في التراب ولا في المزبلة ده ممكن نفسه تصغر وييأس؟ لا، ربنا المقيم المسكين من التراب والرافع البائس من المزبلة ليجلس مع رؤساء شعب. وبعدين آية أخرى مشجعة، إن لما ربنا دعا إلى عرسه قال لهم اذهبوا وادخلوا الجدع والعرب والصم والبكم والعميان. فأنت تقول لي يا رب اجعلني أنا من هؤلاء الجدع والعرب اللي بتدعوهم إلى وليمتك، ولو إن أنا غير مستحق لكن أنا محتاج. وإن شعرت إن ليس لك مواهب على الإطلاق، تذكر تلك العبارة التي قيلت في أول الإنجيل: إن الله قادر أن يقيم من الحجارة
أولادا لإبراهيم. يقيم من الحجارة يعني إيه؟ يعني الحجارة دول لا يتكلمون ولا يسمعون، وليست لهم حركة وليست لهم حياة، لكن ربنا مستعد يعمل في أصغر الكل لكي يعطي نعمة من عنده. بل قيل إن الله اختار جهال العالم ليخذ بهم الحكماء، واختار المصدرة الأدناء العالم والمصدرة وغير الموجود. قلت له طب يا رب اعتبرني من المصدرة وغير الموجود اللي انت اخترتهم. واختار ناس صيادين لكي ينشروا طراز الاسم، وقال عنهم رؤساء الكهنة لما بدأ بطرس ويوحنا يعملان، بيقولوا رؤساء الكهنة رأوا أنهم إنسانان عاميان، يعني من العوام ما يستهلوش حاجة. مهما كانت موهبتك، شوفوا احنا في أوشية القرابين نصلي ونقول ايه؟ أصحاب الكثير وأصحاب القليل، والذين يريدون أن يقدموا وليس لهم، دول تعوضوا معود الفنيات بالبقيات. يعني حتى مجرد الرغبة عندهم، مجرد الرغبة يريدون أن يقدموا وليس لهم. قل له يا رب أنا أريد أن أقدم لك كل شيء لكن ليس لي، ليس لي لا الإرادة ولا الرغبة ولا القدرة ولا حاجة أبدا. معلش، ربنا ينظر إلى كل هؤلاء. في إنسان يشعر بصغر النفس من أجل ماضيه، المعقول ربنا هيقبلني على الرغم من الماضي المتعب بتاعي ده كله؟ لا، ده نضرب لك بعض أمثلة. راحاب وثامار، انتوا عارفين سيرتهم ايه؟ دول وضع في سلسلة الأمثال في أول الإنجيل. شاول الترسوسي قال عن نفسه: أنا الذي كنت مفتريا ومضطهدا للكنيسة، وعلى الرغم من هذا الماضي ربنا اختاره. العشار اللي عاش حياته كلها كعشار ومجرد الكلمة بسيطة في الهيكل، لكن لأنها كانت صدرة من قلبه خرج مبررا. جايز تقول هل يقبلني الله وأنا قد جئت إليه متأخرا؟ نعم يقبلك. ده اللص اليمين جاء إليه في آخر ساعات حياته وقبله. القديس أغسطينوس عاش حياته الأولى في الخطية واعترف قائلا للرب: لقد تأخرت كثيرا في حبك، لقد تأخرت كثيرا في حبك، ومع ذلك ربنا قبله. الله مستعد انه يقبل فيك اللي انت فيه النهاردة، ما يهمش ماضيك ايه. على رأي واحد من القديسين قال: ربنا مش هيسألك ليه اخطيت، هيسألك ليه ما تبتش. مش هيسألك ليه اخطيت، هيسألك ليه ما تبتش، لانه يعرف جبلتنا، يذكر اننا تراب نحن. من الذين جاءوا إليه متأخرين أصحاب الساعة الحادية عشرة، جم في آخر النهار ومع ذلك قبلهم وأعطاهم مثل الباقين.
نفس الأجر. ليس يقول أنا لا أسعى ولا أريد. إن كنت لا تسعى لخلاصك الله هيسعى لخلاصك، وأعطانا مثلين عن ذلك في لوقا 15. مثل الخروف الضال لم يسعى لكي ينجو من ضلاله، لكن الراعي الصالح هو اللي بحث عنه لغاية لما وجده وأخذه وحمله على منكبيه فرحا دون أن يسعى. الدرهم المفقود لم يسعى للرجوع إلى كيس صاحبته، لكن هي التي بحثت عنه، يعني الكنيسة بحثت عنه وهو لم يسعى. المهم انك انت باستمرار لا تفكر انك انت اذا لم تصعد الى القمة لا يقبلك الله. امشي على قد ما تقدر، وربنا مستعد ان يقبل منك القليل. كلمة لطيفة في المزمور الكبير يقول: طوباه الذين يسيرون في الطريق، يعني ما قالش اللي وصلوا لنهاية الطريق، اللي ماشيين في السكة. ما دام انت ماشي في السكة حتى لو ما وصلتش ربنا مستعد يقبلك، لان عندك النية انك تمشي في السكة. في حاجة تانية، جايز إنسان يشعر بصغر نفس لأنه كل الأعمال اللي بيعملها أعمال قليلة وضئيلة ما تستاهلش، يعني ليست مثل أعمال القديسين الكبار ولا المجاهدين العظماء، حاجة تافهة. برضو اعرف ان في اعمال ضئيلة انت تقوم بها وتنساها، ولكن الله لا ينساها لك ويكتبها من اجلك، زي ما قال القديس يوحنا الذهبي الفم: الله يقول يطلب سببا لخلاصك، ولو دمعة واحدة تقولها في صلواتك ربنا يلحق ياخدها بسرعة قبل ما يخطفها شيطان المجد الباطل ويجعلها سبب لخلاصك. تصوروا ان ربنا بيقول انه لا ينسى كأس الماء البارد اللي تعطيه لواحد عطشان. يعني ايه كأس ماء بارد؟ يعني لحضرت فيه مشروب من المشروبات المنعشة والمغذية، مجرد كأس ماء بارد، ولا سخنت ولا عملت فيه حاجة. برضو ده لا ينساه الله، لا ينسى كأس ماء بارد تعطيه. هل كانت تظن الأرملة اللي دفعت فلسين، فلسين يعني 2 مليم، يعني كلمة فلس جمعها فلوس بس باللغة اللبنانية، هل كانت تظن ان ده شيء له قيمة؟ لكن ربنا ما ينسيش لانها دفعت من اعوازها. ما ينسيش زيارة نيقوديموس له ولو كانت زيارة بالليل وفي خفية وفي خوف من اليهود، لكن برضو ما انساهاش. مرة قال لتلاميذه الرب:
قال لهم أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي. فين اللي ثبتوا؟ ده كتير ناس ساعة القبض عليه فروا غيره، واللي أنكروا واللي شك واللي وزن، لكن برضو العمل القليل اللي بتعمله ربنا مستعد يكبره ويفخمه ويديك أجر عليه حتى لو كان يبدو غير أجر. توبة اللص اليمين دي يدوبك في آخر ساعة. أصحاب الثمر القليل، يعني لما جه سيد المسيح في متى 13 يتكلم على مثل الزارع، قال إن الأرض الجيدة أعطت ثمرا 30 و60 و100. أنت ضحك. طب يا رب 100 دي معقولة وال60 متوسطة، لكن اديت 30 دي معقولة؟ يقول لا، ما دام اعطت ثمر ولو قليل اذا هي ارض مثمره تستحق الطوبه مهما كان ثمرها قليل، لكن كفايه انها اعطت ثمر، مش ضروري تعطي 100. شوفوا زكى العشار ايه اللي عمله. زكى العشار لانه كان قصير صعد على الجميزة لكي يرى الرب يسوع. مجرد ان زكى طلع على الجميزة ربنا ما نسهلوش، قال له اسرع يا زكى وانزل اليوم اتعشى في بيتي، وقال اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت، وأليس هذا هو ابن لإبراهيم؟ كل ده يا رب عشان نطلع فوق الجميزة. اهو عمل قليل، ربما زكى ما كانش فاكر انه يكافئ عليه، لكن ربنا لم ينسى هذا العمل بالنسبة لي. جايز تصلي مجرد دقايق بسيطة وانت متعب ومرهق ومش قادر، وتقول يا رب مش قادر اقف قصادك كتير في الصلاة زي ما بيعمل القديسين، يقول لك انا راضي بالقليل ده واكافئك عليه. الله مع انه قال كونوا كاملين، لكن لا يحاسبنا بالكمال، انما يحاسبنا على حسب امكانياتنا ومقدراتنا ومقدار النعمة المعطاة لينا، حتى لو كان ثمرها قليل زي بعض، لكن المهم ان نعطي ثمر مهما كان قليلا. لذلك احب ان احنا دايما يكون عندنا امل في ربنا، ولا نثق فقط بقوتنا، لان الاعمال الصالحه تتم بقدره الله فينا وليس بقدرتنا احنا الشخصيه. ونقول له نشكرك يا رب، نشكرك على النعمة المعطاة لينا ولو على قدنا زي بعض. نحن لا نطلب أن نصعد إلى القمة لكي نصل إليك، كفاية ولو في السفر تقبلنا. نكتفي بهذا والإله.